انا مو واحد من المختطفين، شلوبني ولا عدريت اينه، ومن سجن الى سجن الى سجن لما عرفنا في الاخير فينه. لا صوت في صنعاء يسأل عن الذين ألقى بهم الانقلابيون في غياهب السجون الخاصة خارج إطار القانون، وحتى تلك السجون التي يفترض أنها تابعة لمؤسسات رسمية لكنها باتت اليوم في عهدة الميليشيا. في ظل الصمت المطبق المفروض حول ملف المختطفين والمخفيين قسرا، نشأت رابطة أمهات المختطفين كنافذة مهمة للدفاع عن حقوق المختطفين والتذكير بمعاناتهم وحمل أصواتهم للعالم. وكم من سجين بيخرج ميت من التعذيب؟ خرجوا عيالنا أو بصروا لنا حل معاهم. فصول طويلة من المعاناة تعرض لها المختطفون في سجون الميليشيا، ليس أقلها الضرب والتعذيب المفضي للموت والإعدامات خارج القانون. رابطة أمهات المختطفين كشفت عن تعرض 5 مختطفين للتعذيب حتى الموت في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال أقل من شهر واحد، كان آخرهم المختطف وليد الإبي الذي تمت تصفيته في سجن البحث الجنائي بصنعاء بعد أيام قليلة من اختطافه. تقارير حقوقية رصدت جانبا من معاناة المعتقلين، كان آخرها التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الذي أفاد أن إجمالي المعتقلين الذين تم توثيق بياناتهم بلغ 12,780 معتقلا، غالبيتهم ناشطون شباب وسياسيون وإعلاميون بالإضافة إلى عدد من الفئات العمالية. سقط ملف المختطفين من حسابات الحلول المقترحة للتسوية السياسية المقترحة، وتراجع كثيرا موضوع إطلاق سراح المختطفين الذي كان أحد بنود مسودة اتفاق الكويت وجنيف. معاناة أهالي الضحايا هي الجرح المفتوح، خصوصا وأن الكثير من المختطفين كانوا هم المعيلين لأسرهم، وتتعرض أمهات المختطفين وزوجاتهم وبناتهم لاعتداءات متكررة في الوقفات التي يقمن بتنظيمها للمطالبة بالإفراج عن ذويهن، وتبقى أصوات الضحايا مخنوقة ما لم تستجب لنداءاتها المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتقوم بالضغط على الإنقلابيين من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.